الحاج كلوف. الحاج كلوف حلقات يكتبها أحمد خير الدين ويخرجها حمودة معالي. لازم تحت في دار عمك الحاج ومشات غير بالك صلي عليها صلاه الزنازه. اي دويو وربي ما نمسلم فيها لو كان اش يصير يا زين حنا كوره كنا هريكا وزيد لهم من حينا هذه شيء ما نفهم انا لازم نطلعها لو كان شيق. اسمع هاو السلوم واطلع انت فرك سخين من ناصر واذا ما لقيتهاش احسب راهي تحت في دار عمك الحاج. يا ناصر اجي اهبط وخليني انا نطلع نشوفها. زين غير ما تطلعش انا قد ما فركست عليها ما دمرش. اسمع طل على دار عمك الحاج وشد عليها مرته ولا خديمته. لا يا اخويا حبوا يعمل لي شوها ويشكي بيها البابا يوك النهار على خاطر القاني نكتب فاهمه على حي الدار شويه اللي كسر لي راسي بعكازه وشكي بيها البابا ورصت لي خصومه وشقلاله. تي بلاش يا اهبط بركه هاتا وندبر راسي. قرب سلم لولي. قرب له يا حمد. لا تكيها على الميزان شويه هكا بتركينه. اي باه هكا شدوا بيا. ايوه شد مليح هو هابط من فوق السطح وعمك الحاج داخل الزنقة. صحيتو الله عليكم يا شهد. لعنة الله على التربية ما ربعكمش الشارع والزنقة وليتو تعالجوا فوق السطوح. الأرض ما ربعتكم والسماء ما ربعتكم. ناس مين سلوهم زادة باهي يا عم الحاج. والله يا عم الحاج احنا خاطين. سمعت يا عم الحاج اهبط الساعة ومن بعد توا نفهمك انت وهتليت اللي معاك. كورتنا يا عم الحاج سطحت يا اخي حابين نهبطوها. سمعنا يا عم الحاج. سمعنا يا عايشك. ومين ومنين هسلوهم؟ من دارنا. وهالفرخ عينين ام البويا منين؟ منين؟ من دار ام الحاج. يا عم الحاج عايشك يا عم الحاج. اذا جردكم الحاجه اذا جردكم انتم عاملين عصابه لصوص في الزنقه. سلوم منصوب وانتم فوق سطح. انا خدتين يا عم الحاج. بلا السراق ما عملنا شيء. ماكمش سراق. اما تتعلموا في السرقه. وتعلموا بالسلاح كيفاش يطلعوا فوق سطحي. اليوم نتفاهم مع والديكم واذا ما حكموش بيكم فما حاكم يحكم في الكل. ازاي بسلوب سلوب طيب مانيش مسيبه لما يجيبوك اكل هاكمو هذاك اكل بخل توا قابلته يشري في القرع ودوما تاكلوا بشكاكشك القرع ودوما طاجي. ما صحكم يهلككم. مليح مانيش هارب انا يا عاش. خليني ندخل سلوم من دارنا وتكون كيشك بابا تلعب معه. جايب شوف مصلحة عينه كيف يبرق لي يا عم الحاج. يصبر عليا في وجهه عم الحاج. اش تحب انت يعني يا راس الحصان؟ يعيشك يا عم الحاج. اعطينا الكره اللي تحت في دارك ومن اليوم عاش نلعب فيها بزاف. يعيشك يا عم الحاج. يعيشك نعطيك الكره هذا من قدامي ونشكي هو كانه كعبود اقطانيا اسميه ازعه هو الراس مشبشب وقصته طالع هو هامل في الشوارع. اعطينا كرتنا هذا عم الحاج وما تدايش بنا يا عم الحاج. بغيتكم علاش تتوحمد واحد راسه كيف راس الحصان الاخر عندك حجر على راسك. عايشك يا عم الحاج. يا ابراهيم ما تقوليش ايش بيك يا وليدي. عم الحاج سلوم ما عادش يعطيهولي. علاش يشد فيه وخيتي
نعرف عليه. هو السلوم نتاعه ولا حاجته بيه؟ اش تقول يالا؟ اش تقول يالا؟ ها؟ ما سمعتنيش اش نقوله؟ ما سمعتنيش اش قلت؟ سيب السلوم وقت الفروق. يا اخي نديدهم عامل عقلك من عقلهم. وانت مقبلة تصحصح فيهم بالدعاء. علاش اش عملولك يا اخي؟ ودي يالا لا بس تطلع عليا ما الروشن نتاعك وتبل وترشق. يا اخي ما شفتش وليدك اش عامله؟ اش عنده عمل ولدي وخيتي؟ انا هدد هو يلعب على روحهم عندين. يلعبوا فوق سطحي. وسلوهم منصوب لي على حيطي والسقوفات ماشي يهدوها يهدهم اكثرهم. وانت تقول لي ايش عنده عمل وليدي؟ بسم الله على ولدي. زوز يا ابراهيم زوز، خلي ياخذوك السلو وتوا يجيبوه ويفهموا رجال اش تعمل. اي بو زوز على ركب حلو تشوف اش يعمل. كيف ولينا احنا كيف ولينا هكا؟ هاو سلوهم هزوه ومن يجي هاك الشكال اللي مالكك نتفاهم معاه ونوريك الحاجة اش يفعل. بالحرام اللي ما نشعف بيك خلق الله. لكن اش ماشي يقول فمي؟ لو كان فيك خير وناس طيبة باكش النهار الكل وانت فردة ثالثة في الشباك وصنعتك تقيد في احوال جيران الزنقة. وانت هاو راجلك يخليك يشري في طرف القرعة وطرف تسلش كي يعرف عليه. يا ولدي زوز ويزي وانت كل عاملة كاستان تسيبني. خليني تفاهم معاهم. حتى وخصومة مع جيران يزوز وشوتك مشوهة بجوه ربي زوز. اش تحب قلت لك زوز عطك الجه. زوز يزي من العالم. زوز انت يا شهامك من هي زوز انت؟ واش دخلك في هالخمسة وعشرين؟ زوز على روحك زوز وخليني انا نحارب في عفارة سيدنا اسكندر اللي بلنا بيهم ربي فيها الزنقة. لا ينام ولا يخليهم من هنا. مليح اش قاعد يقف وحدك غادي؟ هاكا الاولاد تفرقوا وكل واحد تخلى لدارهم وهزوا سلوا وتفصلت النازلة. هيا زوز يا دي شعرب في زوز. مليح يالا هاني جاي. كيف اظهر لك هكا هاني جاي. الله يبارك هاني دخلت. بربي علاش هكا نهار نهاري وانت عامل هكا قيامة؟ واللي يجي يتخسل فيك وما يخليكش علاش تلبس حتى من واحدة هميلة اللي عاملة نفسها زعمة اش يا ذبانة ما ثم في الدنيا كانانة القات فيك سهم وفيحت فيك. اش نعمل من يعني انا سكت لها زادة والله زعقت عليها زعقات خليتها ترعش. مالي ما شفتهاش كيف ولات تطل عليها من الشباك وتهرب وانا نصول ونجول. بالله تشدليش ولا لا؟ انا ما يعجبنيش هر ويق. قالوا الناس لولا لا تحط نفسك مع النخالة لا بربشك تجير. بربي ما تحشمش كيف تعمل فكرك من أفكار فروق قد حفظاك. أنت ماني نعرفك كيف قد يلبب مالا ما تضوي كان على البراني. المرأة عطيها الريح اللي يجيبها ليا وسيبها. عجبك ريقهم؟ عجبك ريق هكلا العزوزة؟ ها؟ اسمع سمعته؟ اش نسمع؟ الباب يدق وقد تسمعه. ما زالش هي طلع اخرى تطلع لي بيها تو. تسمع يا شو ميخين كذب عليك انا؟ خليني نشوف. سمعت ما؟ خليني نشوف اشكول. هيا برا. اشكول. اشكول. هالي جاء لازم ادرش. اشكول. مازالش اش يعملوا. اصبر استنى. انا حليت باب الدار بالعجلة على غراده باش نشدك الفلوخ اللي حسبته هما يدقوا وما نفطر كم بالهم اللي ترمى على وجهي وشويه عيني اللي خرجت. خرجهم لي بضوافره. انا نحب اجابوا لهوني واشكون ربطوا من بعبوسه واشكون علقوا في الحلقه تاع باب الداري. يا والله عجب. ما تعرفش شكون؟ ما هو لازم فرخ من هاك الفروخ اللي دمنا نهار كل انت تكب فيهم وتطب هاو كريتش ليكش عمالك معاهم اش خلف لك ريش. عجايب يبدا حرقك عليهم الحليب ولا شنو؟ ها لما تقول لي ها
لا كهو بعد اللي لقاوك انت تشح على طرب وفلس زادوا على ما بيك ولا اش يهمك منهم يلعبوا الكره في الزنقه ولا يهدوا الهدوء ويهدوا حيوطه اش عندك فيهم زايد 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 زيد اقف زيد اقف واخزر لي اخزر لك بعين الشامل واش تحبني نعمل لك حل القطوس من الحلقه حل القطوس من الحلقه وامسح لي هالقماش اللي في وجهي بتربس بريد ولا شكون يعرف شنو هكذا مازال انا نجم نقربه قطوس قرعي راسه قد اللي عطبو عزة وعينيه تتلاص باللطف كأنهم جمر ها ها شنو واش ذولك تحبوا يكمل يسلتي وجهي كيفك لا يا سيدي دبر على روحك خليها تما هكاك معلق حتى توا يفتح بعبوسه ويطيح على روحه ويقعد وحده يا ابني كلب والله العظيم هاوك القطع هاوك هرب هاوك هرب ارتحت منه هرب يا كلب هرب الساعة كنت نحب نشبع واقف في وديه بالعكاز اما صح عليه صح عليه وربي يا لو كان نطلع على شكون عمل هالعمله الا ما لحم بخر به في كل زاويه هاك وندق دق 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 لحم بهالعكاز على اي محسوب هو ماهوش ظهر اللي عمل هالعمله هكا وجهي النازله ظهرت عيط يا بابا يا شكون الظن زعما يجي لباله ويعمل هالعمله ترى وراس الجهه ما ثم كان هكا الفرخ ابراهيم ولد الزهره هو اللي مقامرنا وكل مره ما تجينا لذيه الا منه هو ومن امه هاك الجيبوعه الرهدانه تبدا نهارك وطول كانها وهي عبده هاك شبيبكيت وهي تقيد في حوال الاجوار الكل اي هكا هو هكا هو لازم هي من غير شك انا من نهارة اللي سكنوا فيها العلي المهدود وانا كل ما نخرج ولا ندخل ولا يجيني حد باش نتفاهم معاه في امور تخصني كل مره نهز عيني للشباك نلقاها تطل عليا كاني لا عندها لا ما تحرك ولا عندها ما تقضي اي ما انت تكره اي اش تكره واش نحب ليه مالا ماني نعرفك ما تفنى كان على القلايه وتقرقيش الحوت كيفاش كيفاش عاودها عاود نقولت عاود اي نقولها وزيد نقولها وزيد نعاودها زيادة يا لو كان ماكش طالب الشبوك معاها هي هاك الاكل المصفاره فهمت ولا اش لزك نهار نهارين وانت يما تقضي لها ولا تشيلها في اللحم تخيلني ما نعلمش بيك نهار اللي هزيت لها سطل ووصلت لها حتى للبيت هي عاد ايش فيها ذاك عاد طفله صغيره بنيتها نلقاها تكالي في سطل ما جايبته من السباله يوزن قدها هزيته وصلته حتى الباب العلي عاد اش بيها الرحمه تقطعت من القلوب ولا اش صار لا ماهوش سطل ماء مالا انا سطل اي انت سطل ما في علمك شي بيه سطل اللي فيه دبش الحمام وقت اللي ليله العين مروحه من الحموم وانت عرضتها قدام السبالة بالأمارة وقلت لها صحة حمامك هكا حليش هكا تكيلي فيها سطل وحدك وهزيتولها حتى وصلتولها الباب الدار وانت تتزغدر عليها ياش باش يقول فمي صحيبني ما نسمعش بعمالك ايه عادش بيه عاد اش كان يومئذ اذا كان عاونتها ما هي جارتنا ايه جاور عليها ان شاء الله الفريق هكا هو انت مالي نعرفك ديم تغزل عليها ولا شنو العيب اللي صار امرأة مسكينة وليا وهجالة قلت إذا كان الواحد خذاب بخاطرها وجبر لها قلبها تنظنك حرقك الحليب عليها ودافع عليها ولا شنو يا لان ما ولا لازم إلا ما شنو إلا ما تضم فمك إلا ما أنور هيك شنو إلا ما تولي جهرتك بالكدا هي جارتي لا هي وين لا 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 ما هيش جارتك في الزنقة تولي جارتك في الدار البيت بالبيت ونوريك هالقعمورة اشي يخرج منه حسرة يا حسرة فاتك ورز جد بابا إلا ما نوريك أما يغلب عقاري ولا عقارك تحب هكا الله يبارك أقعد فيها أنت يا عزوز تجهنم أنا ماني نعرفك ما تحشمش أقعد فيها وحدك وجاه تخيل وجاه وتخيل إلا ما نوريك نساش تعمل برا ريح السد إن شاء الله يدي ما يرد الحاج كلوف
بقلم أحمد خير الدين وإخراج حمودة معالي.